جرأش يعمل شيء هذي مع الملعبيه زعما الكادر. لا بالعكس انا نجر عليك ملعبيه الاولاد الصغار اللي يعرفهم ما يردوش الفعل. يعني هذا اتهام اخطر. اللي يعرفني انا مليح اللي يعرفني مليح وخدم معايا ولا ترانا عندي بوتيتر ولد صغير نعدي له اني كارد دو كوندويت، ملاعب كبير ما نعديلوش خاطر انت تو لا بور دوني ليكزامبل ما نعديلكش. انت هنا موجود باش تكون قدوه للاعبين الصغار، هذاك نعدي له خاطر مازال جديد مازال جاي مازال يتعلم. انا لا بروميير غيونيون هذه حد ما يعرفها، اول مره باش نقولها في الصحافه، اول مره مون برومي ماتش افيك ليكيب ناسيونال تونيزيان، اول ماتش مع مصر اللي ربحنا هنا زيرو ونحضروا فيه وبلاد كامله تستنى فينا. اون كومي اون ايغور احنا كبيره برشا ستاف تكنيك، مش انا الستاف اللي معايا، خاطر انا ديما الستاف اللي معايا كل واحد عنده مهمه لاهي بها. نقول لهم انا كي نبدا لاهي كونسونتري على الريونيون احسب لي الملاعبيه اللي دخلوا، خاطر ديما فما واحد ناقص واحد زايد. اون تيرميني لا ريونيون ودخلت انا في التفسير نتاع البالاريتي، قلت له يا غيلان انت ترد بالك في الوقفه نتاعك هنا، وينو غيلان باش نغزر له؟ ما لقيتش غيلان في الريونيون. لا ريونيون كملت مازال فيها 5 مينوت ما لقيتش غيلان شعليني في الريونيون. وينو غيلان؟ شو صار؟ ريقت في الشامبر نتاعو؟ في الشامبر نتاعو. وش عملت له؟ مي حد شيء. لعب تيتولير وقتها. حد شيء جوستومون. خاطرو جديد. فوالا. هو شكون وقتها؟